نبلش تشابتر 18 اللي هو اسيد بيس اكوليبريوم. هلا الاسيد والبيسز كان عندهم اكثر من ديفينيشن، كل عالم يطلع يعطي ديفينيشن لبين ما وصل لاخر واحد. اول ديفينيشن كان لارينيوس، ارينيوس اسيد بيس ديفينيشن هو الايرليست ديفينيشن، يعني هو اول ديفينيشن لاسيد بيس. It classifies substances in terms of their behavior in water. يعني هو بس بفرجينا كيف substances لما نحطها مع مي إيش بيصير فيها. حكى إنه الأسيد هو a substance with H in its formula that dissociates to yield H3O positive. هو البروتونز. يعني هو a substance with H in its formula. يعني الأسيد هو بس عرفوا إنه هو بيعطي H plus. والبيس هو a substance with OH in its formula that dissociates to yield OH minus. فهو حكى إنه الأسيد لما بنحطه بمي رح يطلع H plus، والبيس لما نحطه بمي رح يطلع OH minus. يعني acid plus base بيعطينا water، هذا اسمه neutralization reaction اللي هو H plus مع ال OH minus بيعطينا H2O liquid. هذا اللي حكاه أرينيوس. هلأ عنا بالأسيدز والبيسز strong وweak. هلا الstrong acid dissociates completely into ions in water، يعني كله بتحلل، فبيكون عنده سهم واحد. In a dilute solution of strong acid no HA molecules are present. يعني لما يكون عندنا ما رح يكون عندنا الأسيد الأصلي لما يصير عندنا تحلله، بس رح يكون عندنا الكات ايونز والان ايونز تاعه. هلا a weak acid dissociates slightly or partially to form ions in water، يعني ما بتحلل كله، يعني حيضل عنا من الأسيد الأصلي شوي بعد ما يخلص الرياكشن، فعشان هيك بنحط له الدبل arrows اللي هم تعون الإكوليبريم، لأنه رح يضل في عنا HA، رح يضل له الآن أيون والكات أيون يتفاعلوا ويرجعوا لنا الأسيد الأصلي. هلا zinc reacts rapidly with a strong acid. عنا إن الزنك هو بتفاعل كتير مع الstrong acid. هلا عنا إشي اسمه the acid dissociation constant اللي هو Ka. Ka هو نيجي منحط ال products concentration of products على ال concentration of reactants. يعني هلا ال Ka هو ال Kc. هلا إحنا طلعنا هون Kc زي ما كنا نطلع بالchapter القبل اللي هو concentration of products على concentration of reactants. Kc هو ال Ka هو ال Kc ضرب ال H2O. فلما نطلع Ka منحط ال products على بس ال acid بدون ال H2O. ال H2O مننساه. فال Ka equals ال concentration of products على ال concentration of the acid. هلا كل ما كان عندنا larger Ka بيكون عندنا stronger acid. Smaller Ka بيكون عندنا weaker acid. فكل ما كانت ال Ka أكبر الأسيد بيكون أقوى، وكل ما كانت ال Ka أصغر الأسيد بيكون أضعف. هلا بالchapters اللي قبل إحنا حفظنا إيش هما ال strong acids وإيش هما ال weak acids، وقلنا أو ال strong bases. قلنا لما بنحفظ ال strong acids وال strong bases الباقيين كلهم بيكونوا weak لأنه ال strong محدودين فبنقدر نحفظهم. هلا في هنا general للstrong acids والweak acids والstrong bases والweak bases. بقولنا إنه strong acids include كل الhydrohalic acids، يعني كل الهالوجينز اللي بيجوا acids مثل HCl, HBr و HI، هدول التلاتة strong acids. وبقولنا إنه الoxo acids in which the number of O atoms exceeds the number of ionizable protons by 2 or more. يعني ال number of oxygen atoms بكتر أكتر من ال H's ب2 أو أكتر. فلهون عنا ال O3 وال H1 هي أكتر منها باثنين، ال O4 وال H2 أكتر منها باثنين، ال O4 وال H1 أكتر منها بثلاثة، فأتليست يكون أكتر من ال H باثنين. ال weak acids include الhydrohalic acid HF. ال HF weak ما يعتبر strong. Acids in which H is not bonded to O or to a halogen مثل HCN، يعني ال O يعني ال H قصدي سوري لا مرتبطة لا ب O ولا بهالوجين، مرتبطة بالكربون. كربون هو جروب 4 فهو لا أكسجين ولا هالوجين، هاي تعتبر weak acid. Oxo acids in which the number of O atoms equals or exceeds the number of ionizable proton by 1، يعني إذا كان بس بيساوي عدده أو بكتره بواحد بيكون weak، أما إذا كان باثنين أو أكتر بيكون strong. Carboxylic acids which have the general formula RCOOH، هذا organic compound،
اللي هم مثل CH3COOH هذا أسيد ويك، هدول بيكونوا ويك أسيدز. هلأ نيجي للسترونج بيسز. السترونج بيسز include water soluble compounds containing O negative 2 or OH minus ions، يعني أي compound soluble بيكون عنده O2 negative أو OH negative 1. و the cations are usually those of the most active metals. هدول الكاتيونز للانيونز هدول التنتين بيكونوا من ال most active metals مثل magnesium M2O MOH اللي هو من group 1، قصدي مش magnesium الM اللي هم group 1، مثل lithium sodium potassium rhodium cesium، أو من ال group 2 اللي هم مثل calcium strontium وباريوم. هدول كلهم لما بيجوا مع OH أو O إذا group 2 مع O أو OH رح يكون عندنا strong bases. The weak bases include الأمونيا اللي هي الـ NH3 والأمينز اللي هم R NH2. R هي يعني any organic group، يعني أي إشي فيه CH بيرتبط مع الـ NH2، وهي R2NH وR3N هدول هم الأمينز. هلا عنا example بقولنا classify each of the following compounds as a strong acid, weak acid, strong base or weak base. عنا KOH. KOH إيش هو؟ أول إشي base، منا ليش نعتبره strong؟ لأنه ال K هي من group 1 فهو strong base. تاني مثال عنا CH 3 by 2 CH COOH، هاد acid. acid weak ولا strong؟ weak، لأنه إحنا قلنا أي إشي بنتهي بهاي الفورميلا بيكون weak. وهاي ال R اللي كنت أحكي لكم عنها اللي بتتكون من بس C و H اللي هي ال organic part. عنا ثالث example H2SeO4. هلا عنا O و H، ال O4 وال O2 يعني من اثنين، اثنين يعني strong acid. لو كانوا قد بعض أو بس ب1 بتفرق بتكون weak acid. آخر example عنا CH3 by 2 CHNH2. لما نشوف N بكون base وbase weak لأنه أمين هذا. أوكي. هلأ عنا إشي اسمه auto ionization أو self ionization. The auto ionization أو self ionization هو an equilibrium process where water dissociates very slightly into ions. يعني لما ال H2O liquid ال water بتتحول لل H plus وال OH minus، هذا اسمه auto ionization أو self ionization. ال KC لإلها بدها تساوي ال H3O بOH على H2O squared. للووتر للأوتو أيونيزيشن أو السلف أيونيزيشن بروسس عنا إشي اسمه KW. KW بس للووتر at 25 degrees Celsius بتكون بتساوي concentration of H3O H plus في OH minus بتساوي 1 times 10 to the power of negative 14. دائما بتساوي 1 times 10 to the power of negative 14 لما تكون عنا 25 degrees Celsius. In pure water ال H plus وال OH minus بيساووا بعض اللي هي 1.10 to the power of 7, negative 7 at 25 degrees Celsius. لما يكون عنا ال H plus أكتر من ال OH minus بدها تكون acidic. لما يكون عندنا قد بعض بيكون نيوترال، ولما ال H plus أصغر من ال OH minus يعني ال OH minus أكتر بيكون basic solution. هلا عندنا example بقول a research chemist adds a measured amount of HCl gas to pure water at 25 degrees Celsius and obtains a solution with ال H plus تاعته تساوي 3 times 10 minus 4 molar. Calculate ال OH minus. Is the solution neutral, acidic or basic? هلأ هو حكى لنا إنه ب pure water at 25 degrees Celsius يعني KW بدنا نستعمل تساوي ال H plus في
OH minus. هلا ال H plus هي نفسها ال H3O plus. هاي كلها بدها تساوي 1 times 10 minus 14. هذا القانون تاعنا. هلا بنيجي هذا 1 times 10 minus 14 بده يساوي ال H plus اللي هي 3 times 10 minus 4 في ال OH minus. عشان نطلع ال OH minus رح يطلع عنا نقسمهم بطلع عنا 3.3 times 10 negative 11. مين الأكبر؟ ال H plus أكبر من ال OH minus, فهذا إيش بنسميه؟ acidic, عشانه ال H plus أكبر من ال OH minus. هلأ كيف هي؟ حطينا ال KW, عوضنا, قسمنا, طلع معنا ال OH. هلأ هدول التنتين يعني هاد وهاد بيساووا 1 times 10 to the power of negative 14. هلا عنا إشي اسمه, إحنا دائما لما بنتعامل مع acids و bases بنتعامل بإشي اسمه pH. pH مش ال concentration of H. pH جاي من ال concentration of OH, بس ليش إحنا بنستعملها؟ لأنها بتيجي أرقامها يعني simple أكتر بنقدر نفهمها. فعنا ال pH بتساوي minus log ال H plus. لما يكون عنا ال pH أصغر من 7 بتكون ال بيكون السوليوشن أسيدك, لما يكون أكبر من 7 بيكون بيسك, ولما يكون بيساوي 7 بيكون نيوترال. هلا لما ال H pH بعلى ال H plus concentration تبعتها بتقل, فبيصير less acidic. يعني كل ما كانت ال pH أوطى بيكون السوليوشن more acidic, يعني بيكون acidic أكتر. pKa عشان ال Ka نطلعها برقم كمان يكون أسهل, بنحط لها pKa. pKa بتساوي minus log Ka. هلأ دائما لما بدنا ال P, ال P يعني minus log, minus log الإشي اللي بنحطه, Ka minus log Ka, H H plus. ألو pKa بيعطينا high Ka. هلأ إحنا قلنا إنه كل ما كانت ال Ka أعلى بيكون stronger acid. هلأ بالعكس, كل ما كانت ال pKa أوطى بيكون عندنا stronger acid. كل ما عليت ال pKa بيصير عندنا weaker acid. هلأ زي ما حكينا ال pH بتساوي minus log ال H plus, ال pOH minus log بدل ال P, ال OH minus. هلأ pKW بتساوي ال pH زائد ال pOH واللي بتساوي 14. إذا ال H plus concentration تبعتها زادت, ال OH minus بتنقص, ونفس الإشي إذا زادت ال OH minus ال H plus بتنقص, لأنه دائما لازم يكون في نسبة وتناسب بينهم إنهم التنين بيساووا 14. فكل ما هاي بتزيد هاي بدها تقل, كل ما هديك تقل هاي بتزيد. وإذا ال pH عليت ال pOH بدها توطى وعكس بعض. هلأ عنا أكتر من ميثود عشان نحسب الـ pH. عنا إشي اسمه pH paper اللي بتغير لونها من أزرق لأحمر أو من أحمر لأزرق, وعنا الـ pH meter منحطه بطلع لنا الرقم, ومن الرقم بنعرف إذا هو acid أو base, إذا أقل من 7 acid, إذا أكتر من 7 base, وإذا 7 neutral. هلأ عنا example بقولنا calculate الـ H plus concentration, ال pH, ال OH minus وال pOH ل each solution. أول واحد عنا إياه 0.3 مولر HNO3. HNO3 رح يكون بدنا نكتب الإكويجن تاعته. HNO3 رح يعطينا H plus زائد NO3 minus, فهو 1 to 1. ف الكونسنتريشن لل H plus بتتساوي 0.3 اللي هي نفسها هاي, لأنه هون عندنا 1 to 1 الريشيو. أوكي, هاي طلعنا الكونسنتريشن of H. ال pH بتساوي minus log 0.3, فبدها تساوي 0.52. هلأ ال OH minus بدها تساوي ال KW 1 times 10 minus 14, بنقسمها على ال H plus 0.3, بدها تساوي عنا 3.3 times 10 minus 14 مولر. ال POH نقدر نطلعها
من الـ OH- log الـ concentration of OH- وبنقدر نحط إنه 14 ناقص 0.52 بيساوي الـ pOH اللي هو 13.48. هلا عنا الـ example التاني بقولنا 0.0042 مولر من CaOH by 2. بدنا نكتب الإكويجن CaOH CaOH by 2 بيعطينا Ca 2 plus زائد 2OH minus. هلا من هنا رح يكونوا الـ OH هي 2 times الـ Ca لأنها هنا 1 هون 2 فمول ratio فرح يصير عندنا الـ concentration of OH minus بتساوي 2 ضرب 0.0042 فيساوي 0.0084 مولر. pOH بتساوي minus log الـ OH minus واللي بتساوي 2.08. هلا الـ pH بدها تساوي 14 - 2.08 فبساوي 11.92 وعشان نطلع الـ concentration of H plus بتساوي 10 للقوة ناقص 11.92. ليه؟ هلا الـ P لما بده P بنحطها minus log، لما بدنا الـ H من الـ pH بنحط 10 للقوة minus رقم الـ pH فرح يطلع عنا الجواب 1.2 × 10⁻¹². هلا هون انا فرجيتكم اكثر من طريقه حل، بتقدروا الH بلس طلعوها زي ما طلعنا الOH ماينس انه تحطوا 1 × 10⁻¹⁴ على الكونسنتريشن اوف OH، بس كمان بتزبط انه تحطوا 10⁻¹ الPH. هلا عنا بعد أرينيوس إجا عنا برونستد-لوري. برونستد-لوري إجا طلع لنا قانون تاني للأسيد والبيس، قالنا إنه an acid is a proton donor، إنه هو بتبرع بH plus ببروتون، والبيس is a proton acceptor يعني اللي هو اللي بقبل البروتون. هذا الرياكشن سمى proton transfer process لأنه البروتونز بتحركوا. يعني عنا مثلا H2S ل HS minus ال H2S نقصت H فصار عنا donation للبروتون يعني هاي الأسد. ال NH3A3 صارت NH4 زادت H يعني accepted NH يعني صارت base. هلأ فهذا البرونستد-لوري هو إجا more general يعني بدل ما يحكي بس H plus و OH minus صار يحكي proton donor proton acceptor. عندنا إشي اسمه conjugate acid base pairs. الconjugate يعني اللي بيجوا دائما مع بعض. هلا بكل equation لما يكون عندنا acid و base رح يكون الثاني هو البيس مع الأسيد. يعني عندنا ال H2S هو الأسيد، ال NH3 هو البيس، كمان اللي بيكون معه يعني NH3 NH4 هذا بما إنه اعتبرناه بيس هذا رح يكون الأسيد تاعه. ال H2S مع ال HS- بما انه اعتبرنا هاد أسد هذا رح يكون بيس. دائما ال conjugate acid base pairs بيجوا نفس بعض بس بيكون في H ناقصة او H زايدة. هون ال H2S مع ال HS- عندنا H ناقصة، ال NH3 مع ال NH4+ هاي H زايدة، فمنحط انه ال H2S وال HS- هم conjugate acid base pair، ال HS- هو ال conjugate base. الـ NH3 والـ NH4 plus هم conjugate acid base pair، الـ NH4 هو الـ conjugate acid of NH3. فلما يطلب منا conjugate acid base pair بدنا نحط له التنين مع بعض. لما يقولنا إيش الـ conjugate acid لـ NH3 بنقول له هو الـ NH4 plus. دايماً الـ acid بيكون عنده H أزود من الـ pair تاعه. هلأ عندنا example بقولنا identify the conjugate acid base pairs يعني بده ايانا نطلع له الاسيد بيس بيرز. فعندنا H2 P
PO4 minus زائد CO3 2 minus بيعطينا HPO4 2 minus زائد HCO3 minus. نيجي من هنا هاد مع هاد، فبنحط H2PO4 minus مع HPO4 2 minus. أنا قلنا التنين لازم يكونوا نفس الإشي بس عندهم ال H واحدة أزيد من الثانية، وهي أول بير، والبير الثاني هو CO3 2 minus مع HCO3 minus. example ثاني H2O زائد SO3 2 minus OH minus زائد HSO3 minus. ناخد هاد مع هاد، هاي عنا H2O مع OH minus و SO3 2 minus مع HSO3 minus. هيك طلعنا الـ pairs بكل equation. هلأ لما بيقولوا لنا طلع لنا الـ net direction للـ reaction، كيفنا نعرف الـ net direction؟ الـ net direction هلأ الـ reaction will favor the formation of the weaker acid and base، يعني رح يروح لجهة الأسد والبيس الأضعف، ما رح يروح لجهة الـ stronger. يعني عندنا مثلا H2S مع NH3 بيعطينا HS- مع NH4+. الـ H2S هو أقوى من الـ HS، يعني هو strong acid بالنسبة للـ NH4+، والـ NH3 هو strong base. هلأ بما أنه بتعرف واحد الثاني رح يكون زيه، يعني كل الـ reactants رح يكون strong، الـ products رح يكون weak. إذا كان هنا واحد weak الثاني بده يكون weak. هلا هنا this reaction will favor the products، رح يروح لجهة ال products. ليه؟ لأنه لل weaker، فرح يروح لجهة ال weaker. فthe stronger the acid is the weaker its conjugate base دائما. فإذا عرفتي إنه هذا strong acid ال conjugate base تاعه رح يكون weak، هذا strong base ال conjugate acid تاعه weak. هلا عنا example، بقولنا predict the net direction and whether Kc is greater or less than 1 for each of the following reaction. هلأ Kc كيفنا نعرف إذا هي less than 1 أو لا؟ إذا كان الرياكشن رايح للرايت Kc رح تكون أكبر من 1، وإذا كانت الرياكشن رايح للليفت Kc بدها تكون أصغر من 1. عندنا أول H2PO4- زائد NH3 بيعطينا HPO4 2 minus plus NH4 plus. هلا هون هذا احنا بنعرف انه هو strong acid، بما انه هذا stronger فهذا كمان stronger base. هلأ هذا وين الكونجيجيت تاعه؟ هيو هاد بده يكون بيس، بده يكون ويكر. هذا وين هذا؟ هي الكونجيجيت أسد تاعه بده يكون ويكر. فالنت دايركشن رح تروح للويكر، يعني رايحة لهاي الجهة. فمن نيجي نكتب KC و1، كيفنا نعرف؟ هلأ دايما للرايت يعني هيك، يعني انتو احسبوا انه هاي بدها تكون لجهة اللي رايح لعنده، يعني رح تكون مفتوحة للجهة العكس، يعني KC اصغر اكبر من 1 لما يكون رايح لليمين، يعني النقطة هاي بدها تكون لجهة اليمين. الاكزامبل الثاني بقولنا انه H2O plus HS minus OH minus plus H2S. عنا هذا احنا بنعرف انه H2S هو strong acid، فهو stronger acid. بما انه هذا strong acid هذا رح يكون كمان stronger base لانهم على نفس الجهة. هذا هاي الconjugate base تاعه بده يكون weak base، وهذا الconjugate acid تاعه weak acid. هلا بده يروح لجهة الويك، يعني رح يروح لهاي الجهة. فعندنا KC1 رح يروح، رح تكون
حتكون الفتحة للجهة اللي رايح لعندها، يعني هيك لهاي الجهة. هلأ عندنا how to solve problems involving weak acid equilibria steps. هلأ to solve problems involving weak acid equilibria steps بدنا هدول الستبس اللي هم: أول إشي write a balanced equation، يعني أول إشي لازم نعمله to write a balanced equation. تاني إشي write an expression لKa، بدنا نكتب إيش الKa اللي مندور عليه. ثالث إشي we will define x as the change in concentration that occurs during the reaction. هنا رح نرجع نعمل reaction table in terms of x اللي هي اللي فيها الايس مثل الإكوليبريم. خامس إشي we will make assumptions that simplify the calculations. بكل سؤال منحاول نعمل assumption، وبالآخر we will check our assumption ونشوف إذا هو صح. إذا طلع صح بكون إنه حلنا أن صح، إذا كان الassumption غلط من نلاقي طريقة تانية نحل فيها. سادس إشي we substitute values into the Ka expression and solve for Kx. وسابع إشي we check that the assumptions are justified. اوكي عندنا اكزامبل بقولنا a study of phenyl acetic acid اللي هو قايلنا انه simplified here as HPAC shows that the pH of 0.12 molar equals 2.62. هاي pH. What is the Ka؟ بده الKa. فإحنا إيش قلنا أول إشي؟ بدنا نعمل balanced equation. One balanced equation. فالbalanced equation هي ال H pack اللي هو الأسيد plus ال H2O بيعطينا H plus PAC minus. هاي راح من عنده H نقص لأنه أسيد. بعدين تاني إشي قلنا بدنا نطلع expression لKa، فKa بدها تساوي PAC minus في H plus على H PAC. قلنا H2O لأنها liquid ما بنحطها بالKa. بعدين ثالث إشي بدنا نعمل الرياكشن تيبل، هاي المولاريتي ايس بنحط الاشياء اللي بالايكويجن تاعنا اللي هو اتش باك اتش بلس او باك ماينس. هلا بدنا نحط الانيشال كونسنتريشن اللي هو معطينا اياها اللي هي 0.12. هنا بيكون الكونسنتريشن 0 لانهم برودكتس. بعدين ماينس اكس كلهم عندهم كوفيشنت 1 بلس اكس بلس اكس ماينس 1.12 ماينس اكس. هنا عندنا اكس وعندنا اكس. هلا بدنا نعمل اسامبشن، فمنطلع منقول انه ال اتش بلس، هذا مش اسامبشن، الاتش بلس هو معطينا البي اتش، بدنا من البي اتش نطلع اتش بلس، فبنحط 10 ماينس البي اتش اللي هو 2.62. فالكونسنتريشن اوف اتش بلس رح تساوي 2.4 تايمز 10 ماينس 3 مولر. هلا فاكس هاي طلعناها لانه هي نفسها الاتش بلس، هي 2.4 تايمز 10 ماينس 3. فهلا بدنا نعوض بكي ايه